يعني اختفاء الأثار. السكر دلوقتي يا دكتور هو نقدر نعتبره من آثار سد النهضة، ارتفاع أسعار الرز مثلا، لأن أكيد الرز بيحتاج إلى مية كتير في الزراعة، أكيد هل ده نقدر نعتبره برضو من آثار أكيد طبعا سد النهضة؟ أكيد دي من آثار خطة التقشف اللي اتحطت عشان سد النهضة. دلوقتي في نقطة مهمة برضه، في ناس برضه بتقول يعني إحنا ليه الحاجات دي ما بنشوفهاش؟ وليه الناس ما بتتكلمش عنها؟ وليه كل التخبط الإعلامي ده؟ شوية سد ملوش آثار، شوية سد له آثار، وإحنا رايحين لفين؟ أولاً لا يمكن، أنت ممكن تحل أي مشكلة زي مشكلة مش اسمها إيه اللي هي الوساطة عشان الإفراج عن الرهائن في غزة، أو لحل مشاكل القضية الفلسطينية بحوارات مغلقة، أنت مش محتاج عامة الشعب يعرف. لكن مش ممكن تحل قضية المية بحوارات مغلقة، لأن في النهاية أنا وأنت وغيرنا لازم هنتأثر بيها. هيتغير في خطة استخدامه المية. يعني أنا كنت بستخدم مثلاً 30 لتر في اليوم، هتطلب مني أستخدم 20 بس، فلازم أكون فاهم ومحضر نفسي. مش هتيجي بين عشية وضحاها وتقول لي 110 مليون يا جماعة أنتم من بكرة الصبح تتقشف في المية. لازم أحضرك ولازم أفهمك من حملات التوعية إنه هيبقى المستقبل الجاي بلا أي شك إحنا عندنا مية أقل بسبب زيادة السكان، وبسبب السدود اللي بتقبنا أعلى النهر، وبسبب التغيرات المناخية. الثلاث حاجات دول اتغيروا بين دلوقتي وسنة 1980 لما كانت مصر عندها فائض مائي. مصر تحولت من دولة عندها فائض مائي لدول من عندها أكبر عجز مائي. والصور اللي حضرتك وريتها البحثنا دي بتوري قيمة العجز المائي الإجمالي في مصر لو ما عملناش أي حاجة. ما نعرض الصور، آسف دكتور عصام بس بكلم زمايلي، لو عندنا الصور ما نعرضها والدكتور عصام يعلق عليها يبقى كويس جدا، لأن هو لفت نظرنا ليها مرتين دلوقتي. فلو عندنا الصور يبقى نعرضها بتاعة البحث بتاع الدكتور عصام، ففي انتظار بس زمايلي. طب دكتور معلش، يعني لحد ما يعرضوا لنا زمايلنا الصور اللي حضرتك بتكلم عنها، يعني هو سؤالي دلوقتي، كنا نتحدث في فترات سابقه، احنا دلوقتي في الملء الرابع انتهى، كنا نتحدث في الحكومه النظام في مصر يتحدث عن يعني اهو صور، بس انا مش فاهم اي حاجه من دراسه دقه استخدام فتره تدفق تاريخيه واحده. ده جميل جدا، قصيره المدى، لو حضرتك تشرح لنا يبقى كتر خيرك. رائع جدا، خليني اشرح ده. طبعا الناس اللي بتقلل بالاثار بتقلل ليه؟ يعني ليه الناس هاجت على بحثنا اللي هو بيقول يا جماعه العجز المائي كله لمصر سواء بسبب الاستخدام الداخلي مع سد النهضه ده حجمه، انه سد النهضه بكل اختصار هيزيد هذا العجز، ماشي، ومش هو السبب الوحيد في هذا العجز، برضو عايزين نوضح. طيب الابحاث اللي اتعملت عملها فريق من جامعة أكسفورد، وبيتم الاستشهاد وترويج هذا البحث على أنه الدليل القاطع أنه ليس هناك أثار لسد النهضة، ليس هناك أي أثار. ويقول لك ده بحث من جامعة أكسفورد عاملينه ناس محايدين لمجرد أن اسمهم أسماء أمريكية وأجنبية، زي بالضبط زي في فكرة الناس المحايدة دي، زي فكرة الماتشات كده بتاعت بطولة أفريقيا نجيب حكام من بره عشان يعني هم يبقوا محايدين. وطبعا الناس دي لهم محايدين ولا اي شيء، الناس دي بتعمل في شركات استشارات تعمل في ملف سد النهضه وتكفي ذلك وتقدم ذلك، انها تقدم استشارات لمصر واثيوبيا ايضا، وهي تقدم استشارات لجانب واحد بس، وتعمل يعني هذه المجموعه مع مجموعات الضغط. بيتم الاتي، ان انا بعمل بحث بيوري ان مفيش اثار، البحث ده بيروج لي في شبكات التواصل الاجتماعي داخل مصر وخارج مصر، ومنها يروح لمتخذ القرار يوري له اهو بص ما فيش اي اثار، والمصريين بيبالغوا، وده يعني توكل على الله وما فيش اي مشكله. وهنا المشكله ايه؟ هنا المشكله لما انت تصغر من اثار
حاجه زي كده انت بتمنعني انا اني استعد ليها. انا ما بقولكش انا بدات الاثار دي عشان اقولك انت وحش او انت او انت انسانك سيء او انت بتقتلني او انت لا، انا لازم استعد ليها. بمشهد بسيط جدا، الانفجار اللي حصل في المرفأ بيروت كان في ناس قاعده بتصغر لقد شويه مواد اللي بتنفجر احتمال انفجارها 5% 2%، ويطلع انسان عاقل كده وانفجرت وماتت ناس. انت الاحتمالات اللي انت بتسميها صغيره دي 5 و10%، دي الدوله فيها 120 مليون بيعتمدوا على مصدر واحد للميه، ده احتمال كبير لازم تكون جاهز ليه. فهنا التصغير ليه بقى متصغير من اثار السد؟ لانه القانون الدولي بيقول لك لو من حقك تبني البيوت باختصار يعني زي ما انت عايز لو ما فيش ليها اضرار على دول المصب. فلو ثبت في اضرار جسيمه على دول المصب لازم يكون في اتفاق في الملء والتشغيل. ده باثبات ان الابحاث بتاعتنا وبتاعت ناس اخرى انها ابحاث يعني غير صحيحه وانها بتتكتب كده عشان احنا مصريين، وده مع رغم ان منفي بره مصر يعني ماشي، ان ايه مصلحتي ده ماشي، ان ده لما انت تثبت الابحاث دي غلط يبقى مفيش داعي للاتفاق. وجود الابحاث دي يعني لازم يكون في الاتفاق. فمن هنا بتتم عمليه جماعات الضغط اللي بتستخدم في تكذيب الابحاث.